رجعنا من جديد في فير بلاي، نحلوا موضوع المنتخب التونسي اليوم مقابلته ضد منتخب غينيا الاستوائيه، والتحقوا بنا ضيوفنا زميلنا الاعلامي سامي العكريمي. اهلا بك. اهلا بك سلام، واهلا بمستمعينا الكل. شنو احوالك؟ صيفت السنه؟ اربع خمس ايام في قليبي يكفي. كهو يزي. اربع خمس ايام في قليبي كيما شهرين في بلاصه اخرى. صحيح. سي المنش شنو احوالك؟ مجيب ابراهيم. مرحبا بك خويا اسلام، ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام، وان شاء الله تعدى حصه طيبه ان شاء الله. انت ولد المرسى ما تخرجش من غادي. من المرسى ما نخرجش، يمكن نخرج من المرسى نريح. باهي، كان بريفي باش يكون معنا ايضا نيس العياري اللاعب الدولي السابق. للاسف يبدو انه عنده كوفيد 19، تو بعد ناخذوه بالتليفون نتمنى على صحته وحسيده. انيس العياري نسلموا عليه ورشه. نحكيو ايضا على المقابلة اليوم مع المنتخب الغينيا الاستوائية، منتخبنا يبدأ اليوم مشوار التصفيات في التصفيات المونديال في قطر 2022 ضد منتخب غينيا الاستوائية. الجدية تبدأ اليوم في المنشي، اليوم بمباراة دوميسيل، معناها اللي الناس ممكن تظن اللي مش تكون مباراة سهلة لأن ضد غينيا الاستوائية. أنا حبثت اللي المباراة دي تكون في غينيا لأن نعرفوا شنو هي الطريقه اللي نلعبوا بها، لكن اليوم في تونس ثم حاجات في الفريق الوطني التونسي اليوم اللي معناها متخوفين منها، سورتو بارابور على مباراه اللي صارت بعد الفريق ضد الفريق الجزائري اللي شفنا برشا معناها كونتونا ان كونفرونتاسيون مع ايكيب كبيره كيما الفريق الجزائري. شفنا المستوى نتاع الفريق الوطني التونسي، ما فماش استقرار دفاعي، ثم اشياء صايره في الفريق الوطني التونسي سورتو بالـ non convocation de معز بن شريفية كي في ديبا اكتوالمون نحب نذكر لأن سي ان جور تيتولير اللي يلعب اي مانك با دو كومبيتيسيون. لا سول ساتيسفاكسيون الموجوده هي وسط الميدان، الهجوم مشكله كبيره لان انا با لا بيرسون ولا جوور هذاك كي كابابل دو لي مومون ديفيسيل باش يعمل بور ديكونتي ان ريزولتا ويعمل لك الفارق باري ان اكسيون انديفيدويل ماهيش موجوده. والحاجه اللي كنا متخوفين منها الكل وحتى الجماهير والملاعبيه اللي في تونس اللي باش نوصلوا نلقاو فريق وطني تونسي من غير حتى لاعب ينشط في الدوري التونسي الاكسبسيون دو محمد علي بن رمضان. دونك هذا الشيء علاش نقول الكلام هذايا اللي نتخوفوا منه، نتخوفوا من اشياء تنجم تصير هي لا كومبليمونتاريتي اونتر لي ليني. وماك تعرف اذا كان عندك لاك سونترال اليوم ثم دي مومون ما همش باهين ما بين برون ومرياح، خليت اللي للاتيرو باش تجيهم عمل كبير برشا ونيفو دو لا كوفرتور. خليت اللي اليوم هذا الشيء اللي متخوفين منه، واليوم الفريق غينيا الاستوائيه باش يلعب هذاك بلوك با معروفه هذيا، وينجم في نفس الوقت ينجم يفاجئنا باش يعمل امبريسينغ تريو ضد الفريق الوطني التونسي باش يحاول يفاجئ، لان راهو حتى مباراه ماهي سهله. على علم وان الفريق المصري فاز 1-0 ضد انغولا، وبربي مش نحب نصلح حاجه للناس اللي تقول اما الفريق الجزائري فاز 8 بلاش 8 بلاش الفريق الجزائري راهو يجي نقول لك حتى لاعب اسرت عملوا الكوب دافريك الاخيره والكوب دي موند وكل حتى لاعب ما ينشط في الدوري الجزائري. باش نوريك اليوم معناها الناس تلعب دون لي جرون كلوب كما يقول سامي ديما، يقول لك لي جوار كونت يجو دون لي جرون كلوب عندهم قيمه وعندهم معناها لو بلوس اللي يعطيوه حتى بارابور على الكلوب كي يرجعوا لغديكا. انا نقول اللي مصر، علاش نقول على مصر الناس باش نصلحوا لهم، راهو محمد صلاح مش ليفربول رفضت باش تقبله باش معناها يجي ليفربول نابا لو دروا لا بروف ساديو ماني مشى يلعب مع السنغال اوباما يونغ لعب مع القبر يعطيك الصحه. دونك هذايا سي ان اكور اون انترن وتستغلوا ليفربول تقول لك احنا ما نسيبوش محمد صلاح، علاش سيبوا ساديو ماني؟ دونك نو هذايا سي ان اكور اونتر لي دو كلوب اونتر لي دو بيي. خليت لي محمد صلاح ما شاركش في المباراه هذه لان مباراه اونتر بارونتيز سهله ضد انغولا، يقول لك النجم نستغلوه في فرصه اخرى. وهذا هو الشيء انا نقول تو سامبلومون، الشيء اللي مخوفني هو اليوم اللي او نيفو دو لا كومبليمونتاريتي في ليكيب هذا الشيء واللاك سونترال تاع حتى نحكيو بعدك في تفاصيل فنيه. سامي شنو رايك في كلام سي المونجي وكيف تشوف المقابله اليوم؟ والله يسمى ساعة العديد من النقاط معناتها يلزمنا نقف عليهم. النقطة الأولى هو أن البلد الوحيد نحن البطولة نتاعنا مازالت ما بداتش، ما نعرفوش ما نعرفوهاش وقتاش بدات. مصر ما بداتش زاد اي لا معناتها المغرب ما بداتش. احنا وفينا في مي لو 19 مي وفينا، معناتها عندك مي جوان جوي اوت سبتمبر، عندنا خمسة أشهر ثم دي سيكل سبورتيف، ثم دي سيكل سبورتيف كي نسون با دو تو ريسبكتي. جوار معناتها يقعد ستة اشهر اي ني با كومبيتيتيف
إن با كومبيتيتيف معناتها شيء مش معقول. هذه هي ساعة الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قبل ما ندخلوا في غمار معناتها كأس العالم معناتها التصفيات هذوما، شنو هي احنا الأوبجيكتيف نتاعنا؟ الأوبجيكتيف نتاعنا أن باش نخرجوا من المجموعة هذه، ممكن نخرجوا من المجموعة هذه، وممكن زادة ما نخرجوش من المجموعة هذه. وهل وقتها نتعداو بعد التصفيات النهائية باش نمشيو لكأس العالم؟ هل باش نخرجوا نمشيو لكأس العالم؟ وفي الأخر نقطة الاستفهام الكبيرة، مش نمشيو نحن لكأس العالم اللي هو باش نلعبوا البريمي تور معناتها ونخرجوا من البريمي تور، لأنه معناتها أنه تكون برمجة ويكونوا دي زوبجيكتيف كلير وكل، إن يا وكان أوبجيكتيف كلير ولي زوبجيكتيف هذوما غير معلن عليهم، فهمت؟ يلزموا يقول شنو هي معناتها الأوبجيكتيف تاعك باش تمشي ترشح أنت لكأس العالم، شنو هي لي زوبجيكتيف تاعك؟ إي مو هدفنا توا نترشحوا بعد يعمل الله. تي مو يعمل الله عاد مو عمل الله معناتها خمسة ولا ستة مرات. نبطلوا لا 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 مو عمل الله خمسة ولا ستة مرات. ستة مرات وهذيك هي معناتها الدور الأول وهالة إعلامية وعيات وسياح وطيارة باش نسكنوا في اللوتيل الفلاني واحد وكله بعد نعرفوا النتيجة. الملاحظة الثالثة وقت نشوفوا معناتها يشوفوا سيدي المجموعة الحالية. المجموعة الحالية إذا ما ثم معنا حتى لاعب، ما عندنا حتى لاعب عمل قفزة نوعية، معناتها كان في فريق مشى الفريق أكبر ولا حاجة هكا، حتى لاعب تكلموا برشا على الصخيري ولا ترشنوا الصخيري تحافة تونسية، لأنه الخارج راهو ما تكلموش برشا على الصخيري. بيلد تكلمت على الصخيري. لا نحكي لك، الصخيري قعد في شتوتغارت، الخزري كولن. الخزري كولن. أي كولن. الخزري حاولت معناتها سنتيتيان بكل الطرق الممكنة أنه تتخلص منه، لأنه عنده أن جرو سالير وسيت أن جوار تري سبيسيال معناتها مزاجه كل ما نجموش يبلاسيوه، ما نحكيوش على اللي خرج من اليوفي كل. لذا المجموعة متاعنا الحالية، المجموعة متاعنا الحالية اللاعبين اللي فيها، اللاعبين اللي فيها ما تحسنوش على المستوى الرياضي، نقولوا معناتها إلستاغن معناتها سور لو بلان. نجيو توا معناتها للمباريات هذوما، نجيو المباريات هذوما نحن نعرفوا حتى وقت طحنا في مجموعات اللي ما بين ظفرين معناتها في المتناول نتاعنا كانت عندنا صعوبات كبيره ياسر، وخاصه صعوبات اللي تكلم عليهم توا منجيب ابراهيم، صعوبات على مستوى اللعب. التوا ما عندناش ان غارديان سور اي تيتولير، التوا ما عندناش اكس سنترال، التوا ما عندناش افون سنتر، التوا نقطه الاستفهام الكبيره نتاع يوسف المساكني. ثم عديد وعديد نقاط الاستفهام اللي كانوا موجودين قبل واللي ليست لهم أجوبة. لذا بالنسبة لي أنا الفريق هذايا سي اون بوتيلو باش نكتشفوه كيما باش يكتشفوه الناس كل، نكتشفوه لكن ثم سوابق، معناتها شفنا انه الفريق هذايا ديما عنده صعوبة كبيرة على مستوى اللعب وعلى مستوى معناتها النتائج. بايس المنجي خلينا نحكيو اول حاجة على القائمة اللي بنيتيك، هل هذم افضل ملاعبين نجم يكونوا في المنتخب اليوم؟ هو راهو سهل المأمورية بتيتر سيمون درك باير اللي معناها استدعاء الملاعبية هذوما، لان كما قال سامي الشامبيونا مازال ما بداش، على علم وانا ثم في بلدان كما السودان الشامبيونا يوفى في نوفمبر، معناها الشامبيونا مازال ما وفاش لليوم، معناها باش يوفى في شهر نوفمبر، خليت لليوم هذاك اللي خلى بتيتر لقى بتيتر زاد في نفس الوقت خدمة سيمون درك باير، لان اليوم اذا كان الدوري التونسي كان موجود وتستدعي منه واحد بركة، احنا راهو معناش الفريق الجزائري ومعناش الملاعبية الجزائريين. اليوم الجوار الجيل تونس مش عامل مزية على تونس واحد بخلاف لغارديان معناها أبار. اي اليوم اللي يجي باش يمثل الفريق الوطني التونسي يجي مش عامل مزية على الفريق الوطني التونسي، لان اليوم في السي في متاعو يلقى روحه عنده ان سيليكسيون بلوس وتيل خالص، كل شيء البريم دو ماتش لي ديبلاسمون كل شيء موجود، الامكانيات كلها موجوده متوفره للفريق الوطني التونسي. لكن اليوم يلزم الجوار التونسي، اليوم راهو الكره ماهيش دي انديفيدواليتي، وشفنا احنا في فرنسا توا شنو اللي صاير مع ليكيب دو فرانس، وشفنا في الكوب شامبيون دوروب الاخرانيين شنو اللي صار مع ليكيب دو فرانس. لان علاش؟ لان اليوم اذا كان القائمه اللي عندك ماهيش متكامله مع بعضها، لان ما عندهمش برشا تربصات مع بعضهم، والملاعبيه هذوما تنجم تعيط له خاطر تو با لو شوا، وهو هي وهما الملاعبيه هذوما ماهمش كومبليمونتير اونتر لي ليني. لا بروف انت اليوم كي تشوف بعد ساعات كشريده تحطه كلاعب وكل شيء يعدي لك مباراه اكسبسيونيل، الماتش اللي بعده تلقاه رومبلاسون. دونك هذه الاشياء اللي تخلي اللي في ليكيب ناسيونال ما تنجمش تكون اليوم افيك ديو اي ديبا،
راهو اليوم احنا في تونس يلزمنا نعملوا على فريق، ما نعملوش على ديز انديفيدواليتي. اذا كان نعملوا على ديز انديفيدواليتي ما عندنا ونمشيو ما عندناش اصلا. لا وبعد ساعات الناس الكل ديما شو اذا كان اليوم يوسف المساكني يزم يكون رومبلاسون ويدخل ربع ساعه الاخرى يزم يكون رومبلاسون. اذا كان اليوم يوسف المساكني ما عندوش البوتنسيال باش يكون تيتولير ابارونتيير لان يفا جوي اون فونكسيون دو لوي مام. شوف انت ما عندوش اذا كان بور لو مومون اترافير لي ماتش اللي شفناهم الاخرانيين ان با لو بوتنسيال بور اتر تيتولير. ما عندوش، عنده 3 سنين سامحني فاترونات.